المقابلة كانت في الشوط الأول عرفنا كيفاش ناخذه باسم المقابلة. الشوط الثاني تبدل كل شيء، مع أننا نلعب 45 دقيقة الشوط الثاني بعشرة لاعبين، حاولنا بدلنا السيستم ولينا نلعبوا 4-3-2. جاتنا فرصة متاع الهدف الثاني، مانيش فرحان بطبيعة الحال، وأن المقابلة اليوم هنا في دار البيضاء لازم نرفعوها. يعني قذفة جات ولا كتير جات من عند المنافس، ضربت في ساق واحد من الملاعبين دخلت الشبكة، مانيش فرحان. دونك كنت نستنى اليوم خاصة باش نربحوا، لكن الله غالب إن شاء الله القدرة غالب، وإن شاء الله المقابلة تجي. رحلة طويلة إن شاء الله، نوصلوا يوم الخميس غديكا، يوم الجمعة نكونوا في جنوب أفريقيا. مباراة صعبة، لكن باش نحاولوا على الأقل نرجعوا بنتيجة إيجابية، وإن شاء الله في مباراة الإياب في المغرب نحسموا تعداو النصف النهائي. بطبيعة الحال اللاعبين يعرفوا فما فرق بين تلعب في البطولة وتلعب في كأس الكونفدرالية. في كأس الكونفدرالية الملاعب ما يسموش موتيفاسيون، حاجة معروفة، والسيور الملاعبية باش نحضروا الماتش إن شاء الله بالبداية ونرجعوا بنتيجة إيجابية.